مريم غويدي ٢٤ سنة ميسرة بمؤسسة الياسمين وناشطة في المجتمع المدني. في مؤسسة الياسمين تحت إطار مشروع مواطنون فاعلون أكتب سيتيزن بشراكة مع البريتش كانسل عنا معناها فكرة إنجاز مشاريع في الجهاد في المهلة. المشروع تركز على الأكس معناها نتاع محور البيئة. قبل ما نتعدي لمرحلة إنجاز المشاريع كنا قد مرينا مرحلة جمع بيانات شو النقائص اللي يعاني ومنها المتذكرين. دونك المشروع بتاعنا يتمثل في بعث نادي بيئة في مدرسة الأمل. المدرسة هذه هي في حي البساتين المنيهلة. أول لقاء كان معناها عبارة على لقاء مع الصغيرات باش نعلموهم حاجات اللي هما مهارات لازمهم يتطوروا فيهم باش نجموا بعد نواصلوا الأنشطة نتاع المشروع. المرحلة الثانية كانت بداية سلسلة الدورة التكوينية. حكينا لهم شوية على رسكلة، على تشميد، على تثمين النفايات. بعد الدورات هذوما حبينا اكل معناها المهارات اللي اكتسبوها والحاجات اللي حلموا بها عاونيهم انهم كيفاش هما يخطوا باش يبعثوا مشروع. كان عنا حلقه مع الاولياء خاطر الهدف اباغ انا باش نكونوا ال 45 تلميذ هذايا كيف باش نكونوا الاولياء ولي مش نكونوه تبقى باش نحسوا بالاهميه نتاعو في انه يساهم في ترسيخ الثقافه البيئيه والوعي البيئي للصغيرات. دونك تمويل ذاتي من عند الاولياء باش يكملوا هما يواصلوا المشروع، واحنا كفريق اصدقاء البيئه وفرنا لهم الورقات الفنيه الكل تاع انشطه مده 6 اشهر، وباش نوفروا لهم زاده مكونين او مدربين اذا كان عندهم انشطه باش يقوموا بها في اي مجال من المجالات اللي تعنى بالمواطنه والبيئه.